الله يعطيكم العافية، وهذه طريقتي على النار حليب وزعفران ونتركهم على جنب. جدر جديد وننزل فيه الشكر مع دمعة ماي، ومن يوصل حق هالمرحلة نبدأ نحركه ونكرمل الشكر لما يوصل اللون اللي تشوفونه. تالي راح ننزل عليه الحليب اللي حضرناه ونبدأ نخلط، والحين ننزل السيريلاك بهالطريقة ونبدأ نخلط، وما يوقف التحريك لما نوصل حق القوام اللي نبيه. وإذا احتجنا شوية سيريلاك زيادة ما في مانع، نزلنا منقوع ماي الورد والزعفران والهيل ونكمل التحريك، وننزل نص قالب زبدة ونحرك. بالوقت اللي نشوف العصيدة بدأت تتحرك ككتلة واحدة معناتها انها استوت وصار وقت النشاب، وعليكم بألف عافية.